اهلين رائف، اهلين جدو. ايه جدو، كم معلقة سكر حط لك؟ انا بحب الحلو كثير مثل الحوارني، حطي لي 8 معالق. حاضر جدو، بس يعني ما بتنجرح جوزة حلقك من كتر الحلو؟ لك بنتي لا تنجرح ولا شيء، بالعكس بتجوهر وبتطرق. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه. تفضل جدو، بس سخني كتير ها. ولا يهمك رهف، أنا سقف حلقي مبلط. الله 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 الله، يا سلام يا سلام. صحة جدو. على قلبك. إيش كنا عم نحكي وليد؟ كنت عم تقرا لي شعر. صحيح. اسمعي، قال البحتري: الشعراء فعلمن 4، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمع، وشاعر من حقه أن تصفع. والله يا جدو كان لازم يقول من حقك أن تصفع مو من حقه. بدك تصلحي للبحتري ولك رهف وهو رب البلاغة؟ أي شو يعني بلاغة جدو؟ البلاغة يا رهف كما قال صفي الدين الحلي، ليس البلاغة معنى فيه الكلام يطول، بل صوغ معنى كثير يحويه لفظ قليل. فالفضل في حسن لفظ يقل فيه الفضول، يظنه الناس سهلا وما إليه سبيل. والعي معنى قصير يحويه لفظ طويل. يعني مثل المسلسلات العربية جدو؟ Precisely جدو، Precisely. أو خلينا نقول مثل المسلسلات المكسيكية يلي دارجة بها اليومين دول. شو جدو؟ شايفتك عم تحكي إنجليزي. ليش مين قالك يا رهف إنه شيخ لازم يكون منغلق الفكر وسلفي وتقليدي وعايش على هالوراق الصفرة وبس؟ الشيخ العالم يا رهف يجب أن يحيط بكل ما يمكن له أن يحيط به من علوم وأخبار وقصص وحكاية. يعني أنا مو بس بشتغل بعلوم الدين، لا، أنا بحب انفتح على الحياة بكل مجالاتها وأعرف إيش عم يصير بهالعالم الواسع المترامي الأطراف. بعدين لك بنتي، ما في أجمل من اللغة الإنجليزية وهي تخرج من فم علامة دين، هذا يدل على تطور وانفتاح. طيب جدو، أنت شو بتقرأ غير كتب الدين يعني؟ بقرأ كل شي بيوقع تحت إيدي. مبارح مثلا، خذي مثل مبارح بالأمس، يعني قريت روايتين لأحلام مزدجانمي، ذاكرة الجسد وعابر سرير، ونمت بعد منها طب بدون هز. معقول؟ معقول جد الشيخ مثلك يقرأ هيك روايات؟ ليش لأ لك بنتي؟ ما بدي أعرف شو عم يصير بالأداء؟ شلون بدي أحكم على هالمخلوقة مزدجانمي إذا ما لمست آثارها الأدبية؟ بيصير أعطي رأيي فيها هيك من الباب للطاقة بدون معرفة ولا دراية؟ ما بصير لك بنتي، ما بصير. لازم دقق ومحص حتى أعرف الغث من السمين. بس يا جدو هاي الروايات ما بتناسب عمرك لأنه فيها معاني. ولو كان فيها معاني، ولك جدو أنا مالي ولد صغير حتى اتاخد بالغرائز ويلتهب شعوري. أنا شيخ متزن مهاب الجانب محصن العقل، ولا يخترق تفكيري أي سم مهما كان زعافة. قرأت مثلا في الشهر الفائت على ما أذكر رواية قامت الدنيا وقعدت من أجلها. أنا رواية جدو؟ هي تبعت كوليت خوري؟ لا لا، مش كوليت خوري. معناتها غادة السما؟ لا لا ولا غادة، الرواية لرجل ذكر، اللهم صل على النبي العدنان، ايش اسمه يا شيخ مسلكي، ايش اسمه؟ هلا قد ذكرت، اسم الرواية وليمة من اعشاب البحر. ايه، وشو رأيك فيها جدو؟ ضجة مفتعلة واعلام تافه، مثل ما صار مع نجيب محفوظ بولاد حارتنا. يعني النقاد يحملون الاشياء احيانا فوق ما بتتحمل
وبيشطوا بتفكيرهم كتير ولك بنتي. ما شاء الله عليك يا جدو، انت حافظ اسماء ادباء كتير. طبعا ليش لا، هي العلامة يوسف القرضاوي يحفظ من آثار الأدباء والشعراء كما كثيرة، يستدل به على تكريس معان دينية وشروح قرآنية، ما المانع؟ ونحن في الحقيقة يا رهف عم نعيش وقت غير ذهبي إطلاقا. شو قصدك جدو؟ يا رهف أنا بحب أخذ وأعطي معك لأنك فهيمة ذكية. قصدت بالعصر غير الذهبي إنه في عشرات من الأسماء عم تظهر فجأة وعم يكتبوا مؤلفات عن الإسلام بدون خلفية دينية ولا علمية حتى، وكأنه إلهم ثار مع ديننا الحنيف. لا والمطابع عم تطبع لهم، في حين إنه آثارهم هذه غير جديرة بالقراءة لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع، بل على العكس هالكتب هذه عنوان للجهل بالواقع واحتقار للمقدسات وهلوسات قذرة بلا معنى ولا غاية ولا ترتيب. طيب جدو رح أسألك سؤال لو ما فيها سئلة يعني. تفضلي وليك. أنا بشوف كتير من الناس بيجوا لعندك وبيحكوا لك قصصهم لحتى ياخدوا رأيك فيهم، وانت بتبيت لهم استخارات وبتقول لهم زوروني بعد يومين ثلاثة لحتى أعطيكم نتيجة الاستخارة، بقى هالشي مو من عمل المنجمين يعني؟ لا 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 تغلطي يا رهف، أنا مالي منجم ولك، أنا أستدل على الأمور بأسبابها بأعراضها وبعدين بحكم بالاستنتاج بالقياس بالمعايرة بالاجتهاد. يعني مثلا أنا إذا شفت الفجر جهجة والضوء طلع وقلت للناس راح تطلع الشمس بعد شوي وطلعت، بكون أنا منجم ولك؟ طيب منين بتجيب هالبال الطويل يا جدو؟ يعني شلون ما بيطلع خلقك عن الناس؟ لأنه في ناس بيلحوا كتير وبيلعوا كتير. أنا عمره يا رهف ما طلع خلقي، لأنه الحكيم لك بنتي من استوعب الناس وطول باله عليهم وصبر على شكواهم. وقال شاعرنا، هلق كنت عم أقرأ شعره مش مذكور اسمه، ما بعرف قرعة أبوه من أين، قال افتحي الباب جدو افتحي، أبصر مين عم يدق على الباب، مع إني حابب تستمر حواراتنا لأني بنبسط فيك كتير لما بتزوري عنا، افتحي وليك. يا الله يا الله يا ربي. كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. ما قلتي لي خالي شو بدك من الشيخ مسلكة؟ هو ما بيعرفني بس أنا عاوزته بأمر ضروري. ايه اهلا وسهلا تفضلي. تسلمي حبيبتي. جدو في ضيفة حابة تشوفك. يعطيك العافية شيخ مسلكة. الله يعافيك يا اختي، تفضلي تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم مثل ما ذكرتم، اهلا وسهلا. اسفة مو ضايقة شيخنا. بارك الله، تفضلي. شلونك يا شيخنا؟ إن شاء الله بخير الحمد لله، من رضي عاش. بعرفك أنا يا أختي. الحقيقة يا شيخنا أنت ما بتعرفني، أنا إنعام جرادي بنت أبو نعيم جرادي الله يرحمه، وجوزي إبراهيم تخريزي الله يرحمه، وأمي الله يرحمها اسمها أنصاف بنت أبو عوني الصمادي الله يرحمه. والسبعة إنعام أهلا وسهلا، إيش غرضك؟ تفضلي. الحقيقة يا شيخ مسلكي أنا عندي بنت حلوة وأمورة وعمرها 16 سنة والبركة خطابينا كتار، وأنا بصراحة محتارة لمين بدي أعطيها، وآخر واحد تقدم لها اسمه سعيد ابن مصطفى نابلواوي، يمكن سمعان فيه مو هيك؟ نابلواوي، أيوة أيوة، قصدك الوزير الحالي. مظبوط الوزير. مشان هيك أنا جاي بدي منك تعمل لي استخارة وحتى استنير برأيك. على عيني يا أختي، الله يقدرنا على استجلاء الصواب. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك يا رب من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.
ايه ستي، حطي لي اسمه وعمره وعمله وسكنه وتعي بكرة حتى أعطيك الجواب الشافي بإذن الله. شكرا شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا. وأنا يا شيخنا بإذن الله ما بنسى لك هالمعروف بعمري. بتأمر شي شيخنا قبل ما أمشي؟ لا سلامتك، الأمر لله، بس الله يرضى عليكي. ضبي لي هالغرة لأنه وجهك فتنة للناظرين. حاضر شيخنا، تأمر. حاضر، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة يا أختي، الله يحرسك. يا رهف. ايه جدو؟ هالبطارية فارغة مش عم تشتغل، اعطيني واحدة غيرها. تكرم عينك جدو. افتحي الباب وليك. ايه كيفك حبيبتي؟ الحمد لله خالي، اهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم شيخ مسلكي. وعليكم السلام والإكرام. اهلا ست انعام، اهلا وسهلا. الله يسلمك، الله يسلمك. تفضلي. تسلم. يا رهف جده الله يرضى عليكي، اعملي لنا خلطة زهورات مع المليسك. حاضر جدا. هالمشروب هاد بيرخي للأعصاب وبينشط البدن. ايه شيخنا، من أولها إن شاء الله طلع معك شي بالاستخارة؟ ايه والله يا ست إنعام طلع. وشو طلع معك؟ طمني. والله هالرجل هاد ممتاز، ودلائل تشير على إنه صاحب أخلاق ودين. بقى من رأيي المتواضع، اتكلي على الله وجوزي البنت، جوزي إياها. بس يا شيخي هذا وزير، والوزير معلومك ما له وظيفة ثابتة، يعني يوم بتلاقيه فوق الريح والدنيا ضحكانت له، ويوم بتلاقيه تحت خط الصفر. ومنخاف هلأ نعطيه البنت من هون تقوم تتغير الوزارة من هون، وبيصفي مثل صبي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام. بقى شو قلتك؟ والله يا ست إنعام، هو بصراحة كل حال يزول وكل موظف معزول. يو، وشو المعنى؟ يعني يلي بقصده إذا كان بهمكم مركزه وطار من مركزه، فمن المستحسن إنكم ما تعطوا البنت، هكذا أرى. إيه بس أنا شو عم أقول لحالي؟ يعني ولو طلع من الوزارة إلا ما يرجعوا ويعينون بمركز مهم، لأنه الوزير إذا كان نظيف وتغيرت الوزارة على حظه لأسباب سياسية، فمعقول كتير يعينوا مستشار أو أستاذ جامعة أو رئيس مؤسسة ضخمة. والله كل شيء جائز يا إنعام، لأنه نظيف بيضل نظيف وما بينضام. بقى من رأيي اتكلي على الله، معلش عطي البنت. ايه شيخنا، بس أنا شو عم أقول لحالي؟ يا ترى هالشي بيصير ببلادنا؟ لأنه عنا متى ما استبعدوا واحد وطالعوه من الوزارة بيحطوه بالبيت وما بيستفيدوا منه بشي، ويمكن يراقبوه كمان. مو مثل بلاد برا، ببلاد برا بيضل الوزير له قيمته ومحترم ومهيوب، وبيرجع للحياة الاجتماعية والسياسية وهو بكامل عزه، ويمكن يبعثوه حتى يمثل بلاده بوفود اقتصادية وتجارية وسياسية وتفاوضية كمان. والله إذا مثل ما عم تقولي ما بدها وقفة، عطوه يعني، خلي هالمسكينة تشم ريحة باطها. إيه بس إذا عاش برات البلد لاجئ سياسي أخصومه ما رح يتركوه يتهنى، ورح يبعثوا له مين يصفيه ويقتاله ولو بعد سنين طويلة. وفي عندي أنا أمثلة على هالشي بتكشش البدن. إنعام خلينا نخصم الموضوع وما نعطيه، بيكون أفضل. خصميها. إيه بس كمان البنت بتحبه كتير، وهو بيحبها، وناوي يفتح لها معمل باسمها للمرتديلا ونادي أيروبيك، وبده يخنمها ويستتها ويطوب لها فيلا بيعفور وفيلا بخان الشيع. يعني الزلمة كتير كتير كريم ومو بعينه. فإذا خلينا نعطي البنت، لأنه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. الله. طيب شو الفائدة إذا عطيناها إياها وعاشت بالنعيم وفجأة طلعوا فرمان من أين لك هذا؟ أو محاسبة المسؤولين، وقتها رح يصادروا له كل شيء ورح يصفع الحديد المسكين. أي والله مو بعيدة أبداً، عم تصير هيك شغلات إنعام. أصبح خلينا نكون حازمين من البداية، وما في ضرورة نعطي البنات، ما في ضرورة. إيه بس لا تنسى يا شيخ مسلكي إنه هو من البداية غني أباً عن جد، وعائلته غنية وأرستقراطية،
وقال لهم الزلمة ها لما جابوه على الوزارة أنا عندي 300 مليون ليرة وكله حلال زلال ومن تعب العيلة، بقى لا تعملوا لي بالرز بصل وتقولوا لي من أين لك هذا؟ إذا كان هيك محلول المسألة عطوه، ما فيها خوف منوب. بس قاضي العقوبات الاقتصادية لما بتوقع الفاس بالراس ما عنده يا أمي ارحميني، ورح يخلط وقت الأمر السياسي بالأمر القضائي بالأمر المالي، ورح تفوت المسألة ببعضها ورح تتشربك شربكة، والداخل للمحكمة مفقود والخارج منه مولود. معك حق، يبدو لي شغلة فيها الغوصة، لا تعطوه يا إنعام، لا تعطوه منوب، هي نصيحتي، لا تعطوه. بس شو عم أقول لحالي، هالوزير اللي طالب بنتنا قوي الشخصية كتير ومو بهالسهولة بيتاكل لحمه، واصحابه بالدولة من صناع القرار كتار ومقرب كتير من الفروعة والكبار، وما بعتقد ينضام مهما شاغبوا عليه. هو بصراحة أهم شي بالرجل يكون قوي الشخصية وماكن، إذا كان ماكن عطوه وما رح تندموا بإذن الله. يعني بس شو عم أقول لحالي، يعني مهما كان الإنسان قوي الشخصية ولحمه مر ومدعوم من رفقاته الكبار، فهالشي مو ضمان أبداً، ومو بعيدة رفقاته يخوزقوه بليلة ما فيها ضوء قمر. يعني لا تروح لبعيد، هاي يوليوس قيصر اشترك بطعنه أعز رفقاته وقال له وقتها حتى أنت يا بروتوس. اي والله يا إنعام، ما حكيتي إلا صدق أنت، اي والله بيتخوزق خوزقة وما حدا بيسمي عليه، وإذا وقعت البقرة بتكثر سكاكينها. وشو بيقولوا لك كمان؟ بيقولوا وظلم بني القربة أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، بقى زبلوا اهجروا اتركوا لا تعطوا. معك حق، بس أنا شو عم أقول لحالي، عم أقول يعني إذا هالإنسان انقتل وتوفى ظلما وعدوانا واغتالوه من غير وجه حق، فوقتها يعني رح يصير بعين الناس بطل وشهيد الواجب، ورح تصير بنتي مرت البطل والناس رح تحترمه وتجله. هو حكيك من وجهة نظر جمهورية أفلاطون نقدر نقول عنه مثالي وسليم، لأنه التاريخ أحياناً بيكون ظالم ولها سبب لا تعطوه. إيه بس أنا شعب ولا خفرسي خفرسي ولك خفرسي ما خفرسي خفرسي ولك خرجتو خير شوفي ولك يلعن أخت الساعة يلي فاتت المخلوقة فيها لعندي لهون. إيه بس شيخنا ولك بلا شيخنا بلا ميخنا، يخرب بيتك ناوي تطالعيني عن ديني انتي، ناوي تكرهيني حياتي، كرهتيني عيشتي، يقرف عمرك يا حق يقرف عمرك يا حق. التوبة التوبة يا الله، إذا كنت بقى إفتي فتوى واحدة بحياتي. اطلعي ورك اطلعي ورك اطلعي ورك اطلعي ورك اطلعي ورك لا تطلعي ورك. ولك شو عملت له؟ شو زعلته؟ والله ما عملت له يعني الله. غفرانك يا رب غفرانك يا رب، لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. على ملك الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عود عود شو تكفت من اللي تجد عود. ماشي افتح الباب وليك. يلا شو يلا. لا إله إلا الله يا رب يا فخذ يا الله. مين على الباب يا رهف؟ جدو هدلون أهل الوزير ناب الواوي بدهم يخطبوا بنت الأنعام شرادة وبدهم يبيتوا استخارة عندك. عشنا وشفنا بالله.